يعني حتى قال للممرضين، قال لهم قنعوا ابو نبا وخلي يلف ابنه وياخذه. يعني توفى هذا الطفل، فارق الحياه. اي زين. انت وخلال فتره من هذه الدخول بالدعوه اجى خبر من السيد احمد الحسن بان افحص مره ثانيه، بينما انا كنت ما متوقع بان السيد يدري، ولا كنت قايل له بان انا بيا ورم اصلا بالدوام. كلمه احمد عليه السلام. السلام عليكم ومرحبا بقناة المنقذ العالمي. تزوجت صار لي تقريبا 7 سنوات، ما صار عندي أطفال، راجعت حللت ما صار عندي أطفال. فأحد اللي صار قال أكو حسينية بالزبيدية، أكو نخلة زارة السيد أحمد الحسن اليماني. فقال هاي النخلة حدث معاجز كرامات، اللي ياخذ من هاي النخله رطب يعني تتحقق، اي شيء يريده يتحقق له. فالحمد لله والشكر جاب لي آل الانصاري تمر من عنده، اكلت اهل اكلوا من عنده. ورا ثلاث اشهر خلاهم للدكتور حد سوى تحاليل، وهاي الحمد لله عندهم صار طفل، وهذا هو الطفل سميته احمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اما دين وسلم تسليما.